مساء الخير. موضوعنا النهارده هيكون بخصوص قفل الفولدرات بباسورد. انا كنت نزلت قبل كده على القناه بتاعتي طريقتين لقفل الفولدرات، كان منهم طريقه بالاكواد ومنهم طريقه ببرنامج، وكان برضو في برنامج كان في فيديو ثالث بيتكلم برضو عن قفل الفولدرات عن طريق برنامج. لكن النهارده الطريقه رقم 4 لقفل اي فولدر هي بتبقى عباره عن كود موجود جوه الويندوز احنا هنستخدمه بطريقه معينه عشان نبدا نقفل الفولدرات بتاعتنا. مبدئيا كده مثلا ده فولدر انا عايز دلوقتي اقفله، هو دلوقتي الفولدر ده جواه ملفات تمام، وانا عايز اقفل الفولدر ده او اخليه لك موجود لكن محدش يقدر يدخل. هنلاقي هنا عندي في كودين، كود اسمه لوك وكود اسمه انلوك. ملاحظين ان هنا محمد محمد وهنا محمد محمد، طبعا لازم يكون الكود فيه اسم الفولدر، يعني الفولدر هنا اسمه محمد فلازم يكون الكود اللي هقفل بيه فيه اسم محمد، بينهم مسافه بعدين كلمه محمد تمام. وكود اللي انا هفك بيه اللوك بتاع الفولدر لازم يكون فيه هنا اسم محمد وهنا برضو اسم محمد. انت بقى اسمك ابراهيم، اسمك حسن، اسمك كريم، اكتب الاسم بتاعك هنا، لكن اهم حاجه يكون في هنا مسافه بين الاسمين، وهنا اسمك يكون موجود وهنا اسمك يكون موجود. طيب عشان نقفل الفولدر ده هنيجي هنا نعمل نوت باد جديده او نفتح تكست تمام، وهناخد الكود بتاع اللوك كوبي كله زي ما هو كده كوبي تمام، وهحطه هنا باست، وبعدين هاجي اعمل فايل سيف از على الديسكتوب. لازم يكون اللوك يكون موجود في نفس المكان اللي فيه الفولدر معاه، هخليه على الديسكتوب عشان يبقى مع نفس الفولدر، وهسميه هنا لوك دوت بي اي تي تمام، وبعد كده ادوس سيف. هينزل لي لوك برنامج هنا اسمه لوك اهو زي ما احنا شايفين. اقفل بقى ده كده خلاص. لو ضغطت على لوك ده مرتين هيقفل لنا الفولدر بتاع محمد، لو ضغطت عليه مرتين تمام. عملت ريفريش اهو، لو زي ما انت شايف الفولدر اتحول لقفل مقفول، لو ضغطت عليه مرتين مش بيفتح. طيب انا عايز افك دلوقتي اللي انا عملته ده هعمل ايه؟ هتيجي هنا برضو هتاخد الكود بتاع الانلوك كوبي زي ما هو كده تمام، وهتروح على التكست برضو وهتحط باست وتعمل فايل سيف از وهتسميه انلوك دوت بي اي تي سيف تمام. في فولدر نزل اسمه اهو انلوك، لازم برضو يبقى موجود مع الملف، لازم يكون موجود في نفس المكان اللي فيه الفولدر، فهتضغط عليه مرتين هيفك لك الفولدر زي ما احنا شايفين علامه القفل راحت. عايز اقفله دوس لوك علامه القفل هترجع تمام. طبعا انت بتعمل ريفريش الشكل بيتغير، عايز تفكه تاني دوس على انلوك ريفريش رجع تاني تمام. احب بس اقول لك ان انت لازم تخفي العلامتين دول، تعمل لهم هايد عشان لو حد وصل للعلامتين دول او البرنامجين دول هيعرف ان دول بيفكوا الفولدر وبيقفلوه، فهيقدر عن طريقهم ان هو يعني يفتح الفولدر اللي هو عايزه. فانت تيجي كده عليهم وتعمل لهم هايد هيدن تمام في المكان اللي انت انا كده خفيتهم في المكان اللي انت يعني حاطط فيه نفس الفولدر. فانا هدخل ازيرهم تاني بس عشان عايز اوريك حاجه بس اهم تمام. انا مثلا دلوقتي هقفل الفولدر لوك مرتين خلاص، مش انا دلوقتي مش محتاج بقى دول، عايز اخفيهم عشان محدش يقدر يفتح الفولدر ده، فهروح بقى اخفيهم تاني تمام اهو كده فيو دون اهو كده خلاص الفولدر اتقفل. طيب عايز اعمل اللوك الايقونه مش موجوده، هتروح تظهر الملفات المخفية بتاعتك وبعدين تدوس على الأيقونة بتاعت الانلوك اهي، دوس عليها مرتين الفولدر هيتفتح معانا من غير أي مشاكل. أحب بس أفكرك بحاجة أخيرة، لازم يكون اسم الفولدر لازم يكون اسم الـ يعني اليوزر بتاع الكود نفسه هو نفس اسم الفولدر، يعني ما يجيش الفولدر اسمه محمد وأنت كاتب لي هنا كريم أو كاتب لي هنا كريم أو هنا كريم، لأ لازم يكون الفولدر اسمه مثلا محمد وهنا برضو محمد ومحمد محمد ومحمد وهكذا تمام. اتمنى يكون الموضوع عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.